يا زلمة شفت ابن أحمد كيف شكله؟ ليش شو ماله؟ ما شاء الله عليه والله مرتب. راسه غريب يا زلمة، هيك مطاول زي علبة الماتريكس، يعني مش عيب عليك يا زلمة، اتقي الله، ما بصير ما والله شبه الفولاذي هذا اللي كان في باتمان، نسخة طبق حرام الأصل. عليك يا زلمة. بعدين أصلا هو لسه صغير، يعني هاي إذا صار في أشياء بترجع طبيعي ما في مشكلة. كيف بيرجع طبيعي؟ هو سلايم يا زلمة، بيرجع طبيعي شو ماله؟ يا زلمة اسكت، هاي خلقة ربنا، حرام عليك، ما بصير بقول لك. ونعمة بالله خلقة ربنا، بس هو يا زلمة ما بعرف يعني صراحة، هو الثري واحد نفس الراس. لا حول ولا قوة إلا بالله، صدقني أولادك رح يجي أشكالهم زي باكيت الفاين بالضبط. ولك أولادي ما في أحلى منهم رح يجوا حبيبي، شو مفكر؟ طيب يا سيدي بنشوف، بس خايف ربنا يبتليك والله، لا يوم هتعيط بتشوف. ولا ابنه الثاني الاكبر شوي شمعه وماشي يولع عليه شو نحيف يا زلمه، مش هيك يا زلمه؟ روح يا زلمه، قالب لي شيخ، روح قاعد يا زلمه، خلاص بقى. مبارك معلم، شو طمني كيف الولد؟ والله منيح الحمد لله رب العالمين، ماشي حاله يعني. ما شاء الله تبارك الله، شو سميته هذا معلم؟ والله كنت اسميه احمد بس سميته صحن لانه هيك راسه جاي، فاهم كيف؟ الحمد لله رب العالمين. خلاص انا بقول معلم جيب فول وحطه وكله من راسه، يعني الموضوع طبيعي. الله ما انا عارف يا زلمه، ما توقعت هيك صراحه، يعني مش لهالدرجه. تستاهل، لاني قلت لك راح يجيك يوم ما بترد علي، وهي ربنا بلاك من كثر ما بتتخوف على الناس، الله لا يردك. يا عم بتتخوف علي، انا في اللي فيني مكفيني، شو بتفيبنا منك؟ اطلع برا ربنا. احمد الله وقول الحمد لله وتوب لربنا عشان ربنا يحفظ لك الاولاد الجاي. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله العظيم. بس يلا حبيبي، السلام عليكم. لا معلم حبيبي.